السلام عليكم. أنا الدكتور تمام العودات، أعمل في منظمة أطباء بلا حدود في الحملة الدولية لتأمين الأدوية الأساسية. فيما يزداد عدد الحالات والوفيات من وباء كوفيد-19 حول العالم، نرى هناك أملاً في تحقيق وقاية من المرض عن طريق توفير اللقاحات الفعالة وذات الأعراض الجانبية المحدودة. ولكن لا تزال هناك عوائق واضحة لتأمين اللقاحات حول العالم، وبالذات في الدول الأقل غنى. ومن هذه الأسباب وجود حماية شديدة لحقوق الملكية الفكرية للشركات المنتجة للدواء. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتفحص ونعيد التفكير بموضوع حماية حقوق الملكية الفكرية عندما تهدد صحة الناس في العالم. معظم اللقاحات، بالذات اللقاحات التي يعلن عنها الآن كلقاحات فعالة، استفادت من تمويل كبير من دول مانحة ولم تكن ممولة بالكامل من شركات الأدوية، وبيعها كسلع حصرا بهدف الربح غير مقبول بشكل عام وغير مقبول الآن أكثر من أي وقت مضى في وباء يهدد العالم كله. ما نطمح إليه وما نود مناقشته دائما هو محاولة تأمين اللقاحات بأسعار معقولة، ولن يحدث هذا بشكل كامل إلا إذا سمحنا بنقل حقوق الملكية الفكرية والمعلومات التقنية لتم تصنيع الأدوية في دول أخرى وليتم تأمينها على نطاق واسع عالميا. Thank you.